صباح الخير عن جديد. احتفلت جمعية دم وراس هذا العام بعيد الاستقلال نهار الجمعة وبالتعاون مع عائلات الجيش اللبناني النازحين بتجمع المدارس الرسمية بالدمور، وقاموا بغرز 170 شجرة بأرجاء المدرسة بعنوان من عائلات الجيش اللبناني لعائلات الدمور عربون تقدير لضيافتكم ب 22 تشرين الثاني 2024. تنحكي أكثر عن هذا الاحتفال وعن الجمعية معنا بالاستوديو ميشلين عون خوري رئيسة جمعية دم وراس ومحامية الجمعية نجوى شعيا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أول شيء ميشلين رح بلش معك، خلينا نحكي شوي عن جمعية دم وراس، كيف تأسست، شو كانوا الأهداف تبعها، واليوم شو عم تعمل بهدول الأوضاع؟ تأسست سنة 2017، بلشنا عم نشتغل مشاريع اجتماعية وبقية خفيفة بالضيعة ونساعد بقلب الدمور. بكورونا 2019 تحول شوي الموضوع أكتر للصحة لأنه كانت الحاجة بتطلب بهذا الوضع، ومن هذا المنطلق كمان قررنا أنه نعمل مركز رعاية صحية اجتماعية بقلب الدمور لساحل الشوف كامل، وهذا المشروع افتتحناه بنيسان 2024 وبلش المركز يستقبل مرضى من كل ساحل الشوف وخصوصا من الدمور بظل النزوح اللي صار والوضع اللي اضطر انجبرنا نعم نتكيف معه. أكيد يعني هذه كانت حالة طارئة، ما حدا كان محضر حاله، ولكن صارت على كل المناطق، ولقينا المجتمع المدني والجمعيات بالتحديد عم بيتحركوا بطريقة كرمال يمشوا الحاجيات اللي صارت. صح، من هالمنطلق جمعيتنا بالمدارس اللي بتجمعوا المدارس الرسمية بالدمور استقبلنا عائلات الجيش اللي نزحوا من الشوب ومن الضاحية، ومن هالمنطلق بلشنا نشتغل معهم على الصعيد الصحي، نأمن كل متطلباتهم الصحية، وكمان بموضوع الأكل اهتمينا فيهم على فترة شهر ترويقة غدا عشاء كلهم أمان بقلب الجمعية من مركز الجمعية وأسسنا لهم المطبخ، نقلنا المطبخ حاليا لعندهم على المدرسة، ومن هل هن يعني بالاستقلال لقينا أنسب شيء أنه نبقج ذكرى لهالتعاون اللي صار، خصوصا أنه نحن أهل الدمور مع أهل الجنوب تربطنا علاقة فيهم من قبل، أهالينا كانوا يروحوا يزرعوا بجنوب ويفلحوا بالبسيتين ويشتغلوا بالبسيتين. مزبوط، نحن كذا كذا مقابل حكينا عن هذا الموضوع انه كمان العديد من الاشخاص اللي كانوا بجنوب نزحوا والعديد من الاشخاص من الدمور نزحوا، يعني كان في كتير كمان تبادل بهذا الموضوع. من هالمنطلق طلعت الفكره انه نزرع معهم ويبقى غابه بتخلد هالتعاون اللي صار بيناتنا. أكيد يعني هيك شوي زرع أمل كمان مش بس زرع أشجار، وبذات الوقت قلنا عيد الاستقلال، هلأ رح نحكي أكتر عن الاحتفال، ولكن كمان تقدير للجيش اليوم وعائلات الجيش النازحين اللي رح نحكي عنهم أكتر بعد شوي. نجوى اليوم خلينا نحكي شوي عن بلدة الدمور، نحن بنعرف كمان موقعها الجغرافي كمان معروف، ولكن اليوم عم بيجي كمان كتير عديد من النزوح عليها وعم بتكون عم تستقبل العديد من الأشخاص، خلينا نحكي شوي بطريقة عامة عن الدمور وتنفوت أكتر تفاصيل بعد شوي. مزبوط، الدمور بالأساس معروفة بالاستضافة والنزوح كان كتير كبير لعنا، بس كان في كتير استقطاب يعني وكتير محبة، يعني تعاملنا معهم بكتير محبة وكتير تعاون، يعني أساس التعايش اللي هو بلبنان موجود كمان بالدمور. كيف تعاملنا مع بعضنا بكل الأسس، كان في كتير تعاون مع أهالي الجيش اللي هن كتير قدروا الموضوع، ويعني تعاطفنا مع الحالة اللي صارت بالنسبة للحرب واللي صار، يعني كتير هن قدوا شو بدي أقول، خسروا كتير. أكيد يعني نحن بنعرف اليوم ما حدا بده ينزح من بيته، ما حدا بده يفل، ولكن لما نشوف الأشخاص كمان عم تستقبل وهالقد يمكن عم بتكون مضيافة لهذا الموضوع عم بيكبر قلبنا، لأنه هذا الشيء اللي ما حدا كان متوقعه. ما فيك تقدر تشوف الفرح اللي كان بوجهن وقت حفلة الاستقلال، يعني حسوا كأنه أهلهم موجودين معهم بهذا الوضع، حتى من شبيبة الدمور كان في أشخاص كتير صغيرة عم تتعاون معهم، كتير حبوا هالاستضافة. يعني أكيد نحن اليوم منقول حي الله شيء معقول يمكن هيك يبسط الأمور لهول الأشخاص اللي ما عارفين حالهم شو مصيرهم هلأ،
واليوم عم نشوف يعني نسمع اخبار القصف والدمار، ما حدا عارف بيته وين، بيته شو حالته. مزبوط. فحيلا شيء معقول هيك يزرعنا شويه ايجابيه. كثير مهم انه يحسوا انهم محتضنين، يعني اكيد انه الدمور عشتها هالتجربه. يعني نحن ظهرنا من بيوتنا، تهجرنا وعرفنا وجع التهجير، وجع انك تخسر بيتك، عم بتحسه اكثر مع وجع انه حدا يقدم لك شيء صغير بتقدره كتير لانه انت دقت الوجع. اكيد يعني الله لا يجرب حدا، ولكن اليوم عم نشوف على الارض شو عم بيصير، وعم بيكون مناطق غير متوقعة، وما حدا عارف اي ساعة بده يحمل حاله ويفل. فلازم نكون يمكن هيك متكفلين مع بعض ونكون ايد واحدة، واكيد هذا الشيء عم ببين على الارض، عم ببين التعايش الموجود مع كل اللبنانية، يعني لأساسه كان يعني كله اللبنان دايما معروف بتعايشه. هيدي قوتنا نحن بالنهاية، يعني دايما بنقول مشاكل وأزمات، وكان يعني اللبنان تعبان أساسا وصارت هالمشكلة، ولكن لقينا دفع جديد ولقينا كمان عم بيقدروا يساعدوا أكتر وأكتر بالوقت ما حدا كان متوقع أنه هيدا الشيء بده يصير. اليوم كيف طلعت فكرة الاحتفال بعيد الاستقلال، وخاصة لعائلات الجيش النازحة اليوم، وخاصة اليوم كنا عم نحكي يمكن الاستقلال ونحن بعاد عن الاستقلال وما عارفين شو وضع الاستقلال، ولكن لازم نحكي بهيدي الذكرى ولازم نضل نجيب سيرتها. من وين اجت فكرة الاحتفال بهذا العيد؟ لك نحن بالدمور، جمعية دموراس خصوصا نتعاون كتير مع تعاوننا مع الجيش، وحسينا انه شو لازم نعمل للجيش شيء يبين. والدكتورة نجات دايما موجودة معنا بالجمعية، وهي بتحب هالأمور البيئية كتير. فقالت انه أزبط شيء انه نجسد هالعلاقة بزراعة شجر يكون موجود على طول وأخضر على طول، وهيدا وجه لبنان اللي منحب نفرجي. أكيد يعني دايما بس نقول زرع شجر يعني عم نساعد البيئة، عم نترك بصمة حلوة كتير. كمان عم نشوف الصور على الشاشة، هذا من الاحتفال اكيد. ومنوجه تحيه للنائبه دكتور نجات عوني اللي هي كمان صديقه البرنامج، دائما نستقبلها تنحكي معها عن العديد من المواضيع. احكي كمان صوره لها هي بلده الدمور. تفضلي. بقدر زيد شيء بالنسبه لتاسيس الجمعيه؟ ايه. بالتعاون مع دكتوره نجات، خاصه لانه هدفها دائما انماء البشري والطبيعي، يعني الثقافة، يعني كان بأساس الجمعية هي لتنمية الثقافة، كل شيء ببين الانماء للدمور بالنسبة للطبيعة للبشر لكل شيء، كانت هي المندفعة لنقدر نأسس هالجمعية. أكيد دايما بس نشوف حدا بموقع يمكن سلطة، بموقع قوة، عم بيكون هالقد مندفع بنرتاح وبننبسط أكتر وأكتر. كانت بعد دكتور، كانت بعد ما صارت سعادة النائب دكتور. أكيد تحية كتير كبيرة لها. لا والحلو التعاون اللي صار بين الأولاد والكبار، هو هذا اللي بدي أسأل عنه، لأنه عم نشوف بالصور يعني في العديد من الأعمار، وكمان عم نشوف الكل مندفع وكل محمس. كان الكل حتى قبل بجمعة التعاون. ما بعتنا لكم الصور قبل بجمعة. كانت الأرض كتير منا مهيئة للزراعة. الأولاد الصغار والعسكر ساعدونا لننظفناها، وحفرنا الحفر ووزعنا الشجر ليكونوا حاضرين لنهار الاستقلال لنزرعهم سوا. شو حلو كمان، يعني كان في تحضير وكان في هيك شويه حماس، يمكن ناطرينها كانوا الاولاد لهالمناسبه، وخلقت لهم هيك، بعدتهم شوي عن الاجواء اللي عم بيعيشوها الحرب والهيك، عطتهم امل انه يمكن نقدر نهار نشوف عن جديد لبنان الحلو اللي بنحلم فيه كلنا. أكيد. والتعاون بين الأطفال جسد الوحدة الوطنية. مزبوط. نحن هذا اللي منقوله دايما بهيك فترات، يمكن منبين لأولادنا مثال يقدروا يتمثلوا فيه، يعني الولد بس يشوف أهله عم بيساعدوا، عم يوقف حدا بحاجة، بيصير الولد بده يعمل مثله. إذا عدنا ما عملنا شيء بالبيت رح يعمل نفس الشيء. لا ما فيه خبرك، منهارتها الصبح بس طلعت أنا الساعة 6:30 الصبح، كانوا الأولاد عم بيكنسوا معي الأرض لتكون حلوة ونظيفة، كانوا عم بيلموا الكياس النايلون اللي مطيرة الهواء. كان كتير حلو الشغل معهم. يوم مشنين قدي أهمية هيك نوع من يمكن أنشطة للأولاد بالتحديد، يعني نحنا أنا بعرف أكيد الكبار يمكن غيروا جو كمان أكتر، ولكن للولاد اللي نازحين اللي عم بيقعدوا بمراكز إيواء، قدي أهمية هيك أنشطة أو أنشطة تقدر تغير لهم جو؟ أكيد كتير مهمين، لأنه الولاد عم بيعيشوا صراع نفسي كتير كبير. مزبوط. يعني رح خبر شيء يمكن ما كتير كنت حب يقوله، بس الولاد حدنا كانوا نحن وعم ننظف الأرض عم بيقولولنا انه هيك كانت جنيناتنا ببيوتنا. نحن منحب نشتغل وكنا نزرع بأرضنا،
فانه تحس هال التفريق يعني انه نزر انقبعوا من ارضهم وما قادرين يلاقوا مطرح تاني يقدروا يقعدوا فيه ويكونوا حاسين بذات الانتماء. فانه بمجرد ما انه زرعوا يعني يمكن حسوا انه هاي الارض كمان لالهم وبتشبههم وبيقدروا ينتموا لها. ان شاء الله بيرجعوا على بيوتهم اكيد وبيرجعوا بنروح نزرع عندهم ببيوتهم اذا الله راد، نكون عم نقدر كمان نحن نحط ايدنا بايدهم ونرجع نهيئ المنطقه ككل كمان، لانه اليوم نعرف لبنان ارض واحده يعني الاشخاص اللي اليوم قاعده بالدمور بكره بتقعد بجنوب بترجع بتروح على بيروت، يعني نحن كلنا هيك بهذا البلد، ولازم نكون يمكن عم نبين بهذا الموضوع ونقدر نعكس هذه الصوره. كما قالت مدام مشلين تجربه مرت قبل اكيد. اليوم خلينا نحكي شوي كمان عن العنوان، من عائلات الجيش اللبناني لعائلات الدمور، عربون تقدير لضيافتكم. قد ايه اهميه هذا العنوان بالتحديد؟ يعني في شوي هيك تقدير، في محبه، في هيك شويه الفه كمان بهذا العنوان. نجوى خبرينا شوي عن العنوان، كيف جيتوا ل يعني نحن بنعتبر الجيش ركن الوطن بالاساس، ولتاخذ تقدير من الجيش خاصه هذا شيء كثير مهم وعبر عن تعاوننا كلنا سوا، واكيد لو ما كانوا موجودين كمان يمكن نحن كان رح يكون عندنا تقصير بواجباتنا تجاههم، يعني كان تنسيق مع الجيش الموجود فوق بالنسبه لكل المواضيع اللي قمنا فيها والخدمات اللي قدرنا قدمناها، كان وجودهم كثير مهم. اكيد تحيه كثير كبيره لكل شخص عطى من وقته وعطى مجهود وعطى كمان حيلا شيء قدر كان يساعد فيه. اليوم اكيد عم نحكي عن احتفال عيد الاستقلال، ولكن قمتوا بالعديد من النشاطات، حكيت اول شيء مشتين هيك عن المطبخ اللي كمان قمتوا فيه، خبرينا شوي عنه كمان. يعني بالنهار لقينا انه في عنا نازحين كثير بالضيعه وكلهم بحاجه لاشياء كثيره وامكانيه قليله كانت، بس كان لازم انه نوقف حدهم ومعهم، وقلنا للصبايا كلهم انه نحن بحاجه انه نشتغل كلنا سوا لنأمن لهم الاشياء. اول فتره ما كان عندهم ابدا هن امكانيه انه يطبخوا، فبمطبخ الجمعيه عندنا جهزنا على السريع وصرنا نسوان تجي كل يوم تساعد ساعه نقسم اكيب يجي الصبح يلف عرايس للنازحين للعائلات، وبعدين الظهر نطبخ كلنا سوا ونسكب لهم اياهم، ويجي عناصر من الجيش يساعدونا بالطبخ وبتحضير الوجبات، وبانتظار انه كنا قادرين نأمن مساعدات ليقدروا يأمنوا مطبخهم الخاص فيهم. هلا صار مطبخهم موجود عندهم، بس كانت ايام حلوه بالرغم من مرارتها، التعاون اللي صار بيننا وبينهم، وكيف نحن النسوان من الضيعه نجي نترك بيوتنا ونجي نقعد كل النهار لنأمن هذا الشيء، بعدنا عن اجواء البشعه اللي كانت الاخبار البشعه والحرب، وخلينا نحس انه نحن بمطرح معين عم نفيد بعضنا ونسند بعضنا ونقف حد بعضنا رغم كل المراره اللي عم نعيشها. اوكي، هيدي الايجابيه بالنهايه اللي بدنا نركز عليها كرمال نقدر نستمر، يعني اذا بس بنركز على الاشياء السلبيه ما بنعمل شيء، لازم نركز على الاشياء الايجابيه. وعم نشوفها كمان حتى الاشخاص اللي عم بتكون يمكن باسوأ حاله عم بتجرب تبتسم، عم بتجرب تكون مندفع وعم تعطي من قلبها كمان. خلينا نحكي شوي كمان عن عمل الجمعيه اليوم بمتابعه هول الاشخاص، يعني قلتي يمكن على شهر ضليتكم تقدمون وجبات لقمتوا بالمطبخ، واليوم عم بتقدمون كمان يمكن العديد من الخدمات الصحيه. صحيح، احنا هلا احنا بمركز الرعايه الصحيه عم نأمن كل المستلزمات الطبية من ناحية الفحص المعاينات، من ناحية فحوصات الدم، ومن ناحية الأدوية كمان. وعم بحسوا إنه منهم متروكين، قادرين، يعني هيدا ملجأ لإلهم المركز، بيقدروا ساعة اللي بدهم يدقوا ويجوا، مأمنين حكمة 24 ساعة. يعني في أوقات بالليل عم ينجرح ولد من وعي الجراح بيجي بيقطبه وبيكون موجود حده، فهيدا الشيء عطاهم مثل أمان، مثل استقرار شوي رغم كل الوضع اللي عم بيعيشوه، حاسين انه في مركز موجود بيقدر يلبي حاجاتهم الطبية. وهذا اهم شيء يكون بالمركز، يعني يحس بالامان الشخص. نجوى خلينا نحكي شوي كمان عن اليوم عمل الجمعيه، عم نشوف فيه يمكن خدمات صحيه بيئيه اجتماعيه الى ما هنالك، ولكن كمان عم نشوف يمكن الحاجات عم بتزيد شوي شوي، يعني اليوم بفصل الشتاء بدنا نعوز تدفئه، حرمات، سجاد،
كمان عم بيكون في يمكن زيادات اعداد للنازحين مع المناطق اللي عم تتعرض للتهديد، كيف عم تقدروا تتكيفوا بالجمعيه بهذا الطبيعه، وكيف عم تقدروا تطلعوا بخطط معينه؟ مزبوط، عم نقدر نساعد بالنسبه لهالمواضيع، زادت كثير النفقات، بس عم نقدر بمساعده الاخرين والاهل والدياسبورا برا كثير عم بيساعدونا بالنسبه للمواضيع، وبالتعاون مع نحن المسؤولين عم نتعاون مع الجيش فوق، عم نقدر نأمن لهم كل احتياجاتهم الطالبينها من تدفئه، من حرامات، من كل شيء، كل متطلباتهم اللي كانت موجوده، اكيد بدعم كثير كبير من الكل وبعطاء كثير كبير بالتعاون، ومدام مشلين كثير عم تركض بالنسبه لهالمواضيع، ما عم تأثر ابدا. يمكن هي فيها تفيدك اكثر شوي. لا صدقني، بحس انه البركه موجوده، هذا اهم شيء عن جد. يعني بس تقول بدي اعمل بتنفتح لك ابواب كثيره ما كنت متوقع انه رح تكون موجوده وتقدر تأمنها. بس اكيد تحيه كثير كبيره عن جديد لكل شخص عم بيساعد بحي الله شيء. اليوم بنعرف المساعده اهم شيء بحي الله شغله، لو بس بالوقت بيكون هيدا الشيء كثير مقدر، واكثر بتخلق لك فرح لإلك، فرح زيك من مزبوط. مزبوط، بصير دائما بدي ساعد، بصير حايز بدي اعمل شيء بدي ساعد. يعني انا ما بقدر احكي قديه مدام مشلين عم تتعب وعم تترك عائلتها وكل شيء بالنسبه لهيدا الموضوع، بالتعاون معنا كلنا، بس الحمل اكثر شيء على ان شاء الله تكون فتره وتقطع ونرجع لحياتنا الطبيعية. بتحس الفرح قد ايه موجود. اكيد. اليوم مشلين ونجوى، شو كلمة أخيرة بتحبوا تقولوها هيك للمشاهدين اللي عم يحضرونا، يمكن اللي هيك بدهم شوية دفع؟ ببلش نجوى معك، تفضلي. أنا بقول إن شاء الله حس المواطنية يضل موجود بين كل اللبنانيين، لأنه المرحلة كتير صعبة اللي عم نمرق فيها. أكيد. وإن شاء الله النازحين كلهم بيرجعوا على بيوتهم، مع إنه ما بحب أقول كلمة نازحين. بيرجعوا ونحن رح نكون حدهم بكل الأوقات، والله يعطي الأمان للبنان إن شاء الله. إن شاء الله زي الشي بقول إن شاء الله كل العالم ترجع على بيوتها، ومنضل نزرع الفرح والأمل بهالبلد إن شاء الله يا رب، ونكون أخذنا شيء إيجابي من كل هالمحنة السيئة اللي قطعنا فيها، وهي أهمية التكافل الوطني وأهمية نوقف حد بعض، تكاتف مع بعض. مزبوط. بدي أشكركم كثير لوجودكم معنا لحكم. ويعطيكم ألف عافية لكم ولكل الأعضاء بالجمعية والأشخاص اللي عم تشتغل، ويمكن اليوم عم تتطوع كمان، تعطي من وقتها، تعطي من جهدها وتكون موجودة على الأرض. ميرسي كتير لوجودك معنا مشلين عنخوري، رئيسة جمعية داموراس، ونجوى شعية محامية الجمعية. أهلا وسهلا فيكم. ميرسي لكم. لقاءاتنا بالتابع، ولكن بعد فاصل قصير.